عند تنظيف قشور البيض جيدا وإعدادها بالطريقة الصحيحة، فإن قشور البيض تصبح صالحة للأكل نتيجة لكمية الكالسيوم الموجودة في قشر البيض. وهناك العديد من الفوائد لقشر البيض، ومنها يحتوي على الكالسيوم، حيث تحتوي قشر البيض الواحدة على ضعف كمية الكالسيوم الموصى به يوميا للبالغين. لذلك يعتبر من أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم، ويعرف الكالسيوم بأنه معدن أساسي للنمو وتطور العظام الجديدة، ويساعد على تقوية وظيفة العضلات، وبالتالي هنا فهو مفيد لمن يتبعون حمية وللرياضيين. ويعتبر الكالسيوم الموجود في قشور البيض أكثر فائدة من الكميات الموجودة في كميات الكالسيوم نفسها. يمتلك تأثيرات مضادة للالتهاب، حيث تحتوي مكونات قشور البيض على علاجات طبية من خلال استخدامه كعلاج لالتهاب المفاصل والنقرس وآلام الظهر، وتعالج هذه الحالات عادة باستخدام المسكنات أو الأدوية المضادة للالتهابات، ولكن فعاليتها محدودة جدا، ويمكن أن تتسبب بمخاطر قلبية وأمراض الجهاز الهضمي عكس قشور البيض النافعة جدا. والآن إليكم وصفات قشور البيض للبشرة، حيث تضاف قشور البيض إلى روتين الجمال للحصول على بشرة جميلة وصحية. لذلك هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدام قشور البيض فيها، ومنها معالجة العدوى، حيث تعالج قشور البيض تهيج الجلد وتشفي الجروح. الطريقة هي: نأخذ في المكونات بعضا من قشور البيض وكوب من خل التفاح، ونحضرها بالشكل التالي: تسحق قشور البيض جيدا، ويضاف المسحوق إلى الخل للحصول على خليط متجانس. يترك الخليط بضع ساعات لكي تتفاعل المكونات فيما بينها. يوضع الخليط على الجروح أو المناطق الجلدية المتهيجة، حيث هذه الوصفة تحسن من شفاء المنطقة خلال بضع دقائق فقط، والنتائج فعالة 100%. وصفة أخرى وهي تطهير الجلد، حيث يساعد قشر البيض على التخلص من البقع والعلامات على البشرة. والطريقة هي كالتالي: نأخذ 3 ملاعق كبيرة من مسحوق قشر البيض وملعقة كبيرة من العسل، ويفضل أن يكون عسل نحل طبيعي وحر. طريقة تحضيرهما: تخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا للحصول على خليط متجانس. يوضع الخليط على مناطق البقع والعلامات الداكنة أو العلامات التي ليست لها لون موحد مع البشرة. تكرر هذه الوصفة مدة أسبوع واحد للتخلص من البقع والعلامات، والنتيجة مضمونة 100% كذلك. وصفة أخرى للحصول على بشرة، حيث تساهم قشور البيض في الحصول على بشرة مشعة ومشرقة وجميلة وطرية جدا. والطريقة هي كالتالي: نأخذ مسحوق قشر بيضة واحدة وبياض بيضة واحدة. والطريقة هي كالتالي: تخلط المكونات مع بعضها للحصول على خليط رخو نوعا ما. يوضع الخليط على البشرة، يترك مدة من الوقت ليجف على الجلد، يغسل الجلد بالماء جيدا، والنتيجة كذلك مضمونة 100%. وصفة أخرى من أجل الحصول على بشرة شابة، حيث تساعد قشور البيض على التخلص من التجاعيد والبقع العمرية واستعادة البشرة الشبابية العشرينية. والطريقة هي كالتالي: نأخذ ملعقة كبيرة من بياض البيض وملعقة صغيرة من مسحوق البقسماط أو الخبز المحمص المبشور وقشر بيضة واحدة. والطريقة هي كالتالي: تخلط المكونات مع بعضها في وعاء للحصول على خليط نوعا ما كريمي. يوضع الخليط على البشرة خاصة الأماكن التي يوجد فيها بقع قديمة وتجاعيد، والنتيجة مضمونة 100% كذلك. وصفة أخرى من أجل الحصول على بشرة مصقولة نقية ومتجانسة، حيث يحسن قشر البيض الدورة الدموية ويزيل الخلايا الميتة من الجلد، وبالتالي يتم الحصول على بشرة متوهجة لامعة وساطعة. والطريقة هي كالتالي: في المكونات نأخذ مسحوق قشر البيض زائد جل الألوفيرا. وطريقة التحضير هي كالتالي: تخلط المكونات مع بعضها للحصول على خليط رخو نوعا ما. يوضع الخليط على الوجه ثم يدلك إلى أن يجف الخليط وتمتصه البشرة، ثم يغسل بماء دافئ أو فاتر، والنتيجة مضمونة 100%. ويستحسن استعمال هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
وصفة أخرى للحصول على أسنان ناصعة البياض، تستخدم قشور البيض للحصول على أسنان لامعة وبيضاء ولثة صحية خالية من الأمراض وفم خالي من رائحة الكريهة. والطريقة هي كالتالي: نأخذ نفس الكمية من مسحوق الفحم ومسحوق قشر البيض، تخلط المكونات مع بعضها بإضافة القليل من الماء للحصول على مزيج ناعم مثل معجون الأسنان تماما، وتنظف به الأسنان، وتكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع، والنتيجة مضمونة 100% وخلال ذلك الأسبوع الواحد. وللتخلص من آلام المفاصل وآلام الظهر وآلام الرأس والعديد من الأمراض الأخرى داخل جسم الإنسان وخارجه، يكفي أن يخلط مسحوق قشر البيض مع الماء الساخن، ينقع ذلك الخليط لمدة 10 دقائق إلى أن يبرد الماء، ثم يصفى ويشرب الماء للتخلص من جميع هذه الأمراض. إذا أتممت الفيديو إلى آخره، لا تنسى أن تدعمنا بلايك والاشتراك بالقناة إذا كنت زائر جديد، وشكرا لكم على دعمكم وحسن وفائكم ومتابعتكم. إلى أن نلتقي في فيديو آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.